إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الحمد للخلاق ذي الآلاء والطول والحسنى من الأسماء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي والذي به اقتدى. وبعد، فاحفظ يا مريد الجنة أسماء مولانا العظيم المنة، وسل بها مولاك ما تريد، فإنه الفعال ما يريد. وهك فيها يا مريد الحسنى بحفظها النظم البديع الأسنى. الله يا رحمن يا رحيم، يا بر يا قدوس يا حليم، الله يا الله يا الله، يا بر يا من لا إله سواه، يا موجد الأشياء من عدم ومن يفني ويحيي خلقه لجزاه. إني مع العبد الذي هو ذاكري وتحركت بي مخلصا شفتاه. إني أقدس من يقدسني ومن يرعى عهودي دائما أرعاه. لا عز إلا للمطيع ومن عصى في هوة الإذلال ما أهواه. عبدي إذا طاوعتني ألفيتني، وغدوت لي عبدا أجيب دعاه. ومتى تقل للشيء كن فبقدرتي ومعونتي كان الذي تهواه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله العظيم. أيها الإخوة المعزون الكرام، استكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة، الليلة التي أقامتها العائلة الكريمة برا وإحسانا واعترافا بالجميل لأمهم الراحلة، نحيا في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم تكريما لروح المغفور لها بإذن الله تعالى حرم المرحوم الحاج السيد عبد الله عينر، وابنة المرحوم الشيخ جميل السيد عينر، مشاركين آل عينر جميعا واجب العزاء، ومشاركين أبنائها الحاج عبد الله السيد عبد الله عينر، الرجل الذي دائما نجده متصدرا صفوف العزاء في كل المناسبات ومؤديا للواجب للصغير قبل الكبير، ومعالي الأستاذ محمد السيد عبد الله عينر مدير مكتب رئيس قناة الدلتا بطنطا، وباسمي وباسم العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بالإذاعة المصرية نتقدم إلى سيادته بخالص العزاء، وإلى السيد المهندس ربيع السيد عبد الله عينر والدكتور محمد ربيع عبد الله عينر
متقدمين بخالص العزاء لأخواتي الأخوات الفقيدة المهندس نعيم الجميل عينر والأستاذ طاهر الجميل عينر والحاج إبراهيم الدسوق عينر عمدة قرية ميت النور، ومتقدمين بخالص العزاء إلى الحاج شريف شفيق عينر شيخ البلد والحاج رمضان الدسوق عينر والحاج أحمد عبد الفتاح عامر والأستاذ صالح حيدة نصير والأستاذ عزة النبوي عينر والأستاذ محمود الدسوق عينر والحاج العيدي سليمان عينر والحاج عبد الحميد كمال عينر والأستاذ ماهر حليم السيد عينر الحاج إبراهيم محمود الراعي والأستاذ علي عبد المقتدر ربيع والحاج محمد عبد المقتدر ربيع مشاركين إياهم جميعا واجب العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على فقيدتهم بالعفو والغفران وأن يكون القرآن الكريم خير جليس وأنيس لها في قبرها اللهم آمين يا رب العالمين. ونشرف في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يكون معنا علم إذاعة القرآن الكريم قارئ الرؤساء قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية والقارئ الذي تشرف به المحافل الدولية والليالي القرآنية والمحكم الدولي في مسابقات القرآن الكريم والاختيار أصحاب الأصوات الحسنة في تجويد القرآن وتلاوته معالي الدكتور عبد الناصر حرق قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو القاسم قارئ الأعتاب الطاهرة عند ساداتنا آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات مباركات نحيا في رحابها تغشانا رحمات الله وتتنزل علينا سكينة الله وتحفنا ملائكة الرحمن. نحيا في رحابها مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وعد الله حقا وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج هذا خلق الله الذين من دونه هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني يا بني يا بني لا تشرك يا بني يا بني يا بني يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان أن اشكر لله
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Thank you.
وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما يا بني يا بني يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض الله
خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يا بني يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك يا بني يا بني يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر 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 على ما أصابك واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا مولانا الدكتور ملك المقامات ومحرك القلوب قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك والذي طوف بنا في هذه التلاوة حول وصايا عظيمة أعظمها بعد عبادة الله والأمر بتوحيده بر الوالدين فنعم ما قرأ ونعم ما جود بصوته العذب وحرك قلوبنا شوقا للدعاء لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا فبارك الله فيه من قارئ يحرك القلوب ويحرك الوجدان ويطرب الأذان ويجعل القلوب خاشعة بذكر الله سبحانه وتعالى وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة نقلت عبر كبرى الصوتيات والإذاعة الخارجية إدارة مهندس أحمد رشدي من كبرى قصور الفراشة وعالم الضيافة الأول بمحافظة الغربية فراشة أولاد النجار بميت بدر وسجلها لنا مسجل الليالي القرآنية مهندس رضا درويش ومهندس حمادة الشامي وشرفنا بالخدمة الفندقية إدارة المتر محمود سيد الأهل وكانت هذه التلاوة استهلالا لاستكمال هذه الليلة المباركة ليلة التكريم المغفور لها بإذن الله تعالى حرم المرحوم الحاج السيد عبد الله عينر والدة الحاج عبد الله السيد عبد الله عينر صاحب الواجب في كل مكان والأستاذ محمد السيد عبد الله عينر مدير مكتب رئيس قناة الدلتا بطنطا والمهندس ربيع السيد عبد الله عينر والدكتور محمد ربيع عبد الله عينر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على فقيدتنا بالعفو والغفران
اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها وجاف الارض عن جنبيها، اللهم اجعل عن يمينها نورا وعن يسارها نورا، اللهم اجعلها مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا اكرم الاكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد على والديه وآله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، اللهم آمين يا رب العالمين.